ازيكم يا مواليد برج الجدي، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجدي ليوم الاحد 17 يوليو تموز 2022. اليوم ممكن تبقى مش بتتوقع كتير من نفسك، ومش بتعمل الا كل ده بعد ما انك تختبره بشكل صحيح بسبب الاختلافات اللي بتعتبر في الرأي اللي ممكن تبقى بتواجهها بين الاب وابن النهاردة. ممكن فيه بيتزعزع السلام اللي بيعتبر عائلي. خليك مدرك اكتر لصحتك، خليك مستعد دايما عقليا قبل ما انك تبتدي في اي علاقة في الفترة دي. هتحكم اكتر في نفقاتك، وما هتعملش اي حاجة ممكن تبقى فيها افراط في تفاؤلاتك اكتر. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة هيكون اليوم عادي جدا بالنسبة ليك من حيث الحب. ممكن يكون عندك خلافات كتيرة جدا مع شريكك في الحب والزواج، ووجهة نظركم مش متناسقة اكتر. بالنسبة ليك النهاردة صحيا هيكون بيحيط بيك امراض جسدية فيها اضطراب عقلي في يومك ده، علشان كده بنصحك انك ما تبقاش مهمل بيها. حاول انك تروح للطبيب في اسرع وقت علشان ما تسببش ليك ابتعاد عن عيلتك وعن بلدك حتى. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة، بالنسبة لكل الأشخاص اللي بيشتغلوا في وظيفة حكومية، اليوم يعتبر مناسب جدا للراحة وللنزهات الأسرية اللي بقالهم فترة مش عاملينها. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، دايما قمر الحوت عطوف وحساس وعنده عطاء وحكمة في أفضل حالاته، وغير ملزم أو منجب عند التحدي. ممكن ما تكونش القرارات والالتزامات سهلة في ظل التأثرات دي، لكن عندك استفادة من حدسك في الموضوع ده بالنسبة لك سهل. الحل النهاردة هيبقى خاص بجدا مع عبور اليوم بتوافق عطارد والشمس مع نبتون. بيتصاعد عندنا الخيال والحدس من خلالهم. هنبقى بنشعر بسهولة بأفكارنا ومشاعر الآخرين عننا. هنعبر أكتر عن نفسنا من غير ما نخفي شيء. هتجلب لينا عمليات العبور دي موضوعات سلسة وراشقة جدا في اليوم ده. ممكن نبقى بنتحرك علشان نساعد نفسنا وندعمها ونديها اللي هي محتاجاه. هنشوف كل الناس وحياتنا نفسها من منظور مختلف، منظور ما بيسمحش بس بانه يلاقي الجمال في اختلافات كتيرة. ممكن يكون من الافضل اننا نتخلص من شوية من اهتماماتنا، وخاصة اهتماماتنا المادية. هنختبر احساسنا بالمعرفة والفهم مع الحد الادنى من الشرح والتعليمات. على الرغم من اننا ممكن ما نكونش مباشرين، الا اننا ممكن نكون بنشوف الطريق علشان نلتفت حول العقبات اللي فيه. الوقت ده هيبقى كويس علشان تتسامح وتفرج عن نفسك اكتر. بالنسبة ليك النهاردة،